قبل ما نبداو خطبه اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناه على المواصله. وما تنساوش انه في الاي من فوق كاين سؤال نحدوا بها فيديو اللي جاي. راح نديروا طبق اليوم راح نديروا غراتان بالخضر. واش نحتاجوا في طبق اليوم؟ نحتاجوا كميه من البطاطا المقليه. هنا البطاطا نكون قصيتها مكعبات مربعات صغيره. هنا عندي كميه من الدجاج المفروم مع البصل والمعدنوس والملح والفلفل الاسود، وكميه من الجبن انا وجدتهم في المقله. هنا عندي كميه من الجبن المبشور، كميه من الزبده، ملعقه كبيره من الزبده. هنا عندي الكروم، كميه من الكروم، وهنا عندي كميه من الجزر، وعندي زيت وملح فلفل اسود وكركم وكميه من كريمه الجبن. راح نبداو في الطريقه على بركه الله. من جهه اخرى نحطوا مقله على النار، راح نحط فيها كميه الزبده. راح نضيف كميه من الزيت. بسم الله. راح نضيف البهارات، يعني البهارات كي نضيفوهم مع الزيت راح يطلقوا لنا نكهه احسن من اللي نضيفوهم من فوق. راح نديروا كميه من الفلفل الاسود وكميه من الكركم. هكذا نقوم بها المكونات هذه، ونضيف كميه من الملح. يعني الكراتان هذا غني بالخضار والفيتامينات. هكذا راح نضيف كمية الكروم بيض. هكذا وراح نضيف معاه كمية الجزر، نخليهم يتقلاو مليح ونوليو من بعد. هنا بعد ما تقلى الكروم تاعي مع الجزر اللي كنت درتو، راح نجيبو البلا اللي يدخل للفرن. انا حندير هذا، راح نبدا في الطريقه على بركه الله. بسم الله. راح نجيبو ملعقه، راح نديرو كميه من كريمه الجبن، كمية قليلة فقط، يعني هنا كريمة الجبن ديروها جامدة ما نديرولهاش سائلة، حاولوا كي نخدموها نديروها جامدة باش نقدروا نمسحوها. هكذا نديرو كمية فقط قليلة من كريمة الجبن. هكذا راح نضيفو كمية من البطاطا. نغطيو مليح بالبطاطا، نديرو طبقة من البطاطا. نهبطو مليح بيدينا، نضغطو مليح باش تجينا طبقة سوية. يعني هنا نديرو كمية معتبرة من البطاطا. هكذا هبطوها مليح. هكذا سويو الطبقة جيدا. راح نضيفو كمية الدجاج اللي كنت هنا قليته مع البصل والمعدنوس والملح والفلفل الأسود. راح نديرو طبقة من الدجاج، يعني انا نحب نخدم بيدي اكثر من انه نخدم بالملعقة. نهبطو مليح بيدينا، نحاولو نديرو طبقة سوية. هكذا نضغط مليح،
هكذا راح نضيفوا كمية الكروم. هنا الكروم تاعي راهو سخون ما قدرش نضيفه بيدي لانه راهو سخون. راح نحاول نديرو طبقة يعني راح يجينا طبق لذيذ ومتنوع وفي خضر. هكذا ديروا طبقة سوية راح تعطينا مذاق آخر. الكروم كي نقليوه بالزبدة راح يجينا مذاق بنين يعني هو وقت الكركم. هنا بعد ما درنا كمية الكروم مع الخضر عندنا الطبقة راح نضيفو كمية من كريمة الجبن. هنا كريمة الجبن كيما راكم تشوفو قلتلكم درتها عاقدة باش ما تسيحليش كي نحطها في الفرن. نمسحو الكمية هذه جيدا نحاولو نمسحو الكمية تاعنا مليح يعني ما تسحقش كمية كبيرة فقط انه نديروها عاقدة باش تعطينا طبقة. هنا بعد ما درنا كمية كريمة الجبن كلها هنا كان بقى شوية دجاج راح نضيفه من فوق يعني هو غير قليل راح نضيفوه من فوق خير ملي يقعد غير هكذاك. راح نضيفو الكمية هذي تاع الدجاج هكذا. وراح نضيفو كمية الجبن المبشور. هنا أي نوعية جبن يعني الولاد ما مش حيعرفوا بلي الداخل كاينة خضرة. إن شاء الله يعجبكم الطبق وندخلوه للفرن ونتلاقاو في صحن التقديم. بعد ما كملنا الطبق تاعنا كما راكم تشوفوا راح ندخلوه للفرن غير يطيح مار من الفوق ويذوب الفرماج ويحمر من الفوق ويدي لون ونحيو عليه بس كل شيء طايب. ما يحتاج انه نعاودو ندخلوه من تنشعلو عليه من تحت راح نشعلو عليه غير من فوق ونتلاقاو في صحن التقديم.